السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي مشاهدي قناة الصحة والجمال، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مستشارك القانوني. موضوع النهاردة موضوع غاية في الأهمية، ويمكن حديث الساعة زي ما بيقولوا، وهناك الكثير من الأسئلة حول هذا الموضوع أو حول هذا القانون، وناس عايزة تستفسر عن إيه هو القانون ده، بيقول إيه القانون ده، خطوات تنفيذ هذا القانون، وهو قانون التصالح في بعض مخالفات البناء. قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، وأنا بكرر وبقول بعض مخالفات البناء، معنى كده أن هناك مخالفات في البناء لا يجوز فيها التصالح. هو موضوع حلقتنا الأبنية المخالفة التي يجوز فيها التصالح. طب إيه الأبنية التي لا يجوز فيها التصالح؟ على سبيل المثال البناء على أرض ملك الدولة مثلا، أو أرض مثلا تتبع حماية قانون الآثار مثلا أو هيئة الآثار. في أراضي معينة المخالفة بالبناء عليها لا يجوز أن يتم عليه تصالح بموجب القانون. موضوع حلقتنا النهاردة، موضوع حلقتنا النهاردة هو التصالح في بعض مخالفات البناء. القانون الجديد اللي صدر، هذا القانون صدر برقم 17 لسنة 2019، واتحدد من خلال هذا القانون فترة للناس اللي هي خلفت البناء وقامت بالبناء بدون ترخيص، سواء كانت أرض فاضية وبنى عليها بدون ترخيص، أو سواء عمارة خد رخصة مثلا بستة أدوار وبنى 10، يعني في 4 بدون ترخيص. فصدر هذا القانون وتم إمهال مخالفي البناء التصالح بموجب هذا القانون، وجي القانون ده تم تعديله وإدى مساحة أكبر بموجب القانون 1 لسنة 2020. القانون 17 لسنة 2019 المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 هو قانون التصالح في بعض مخالفات البناء. بيقول إيه؟ عشان كل الناس تبقى عارفة فحوى هذا القانون. أولاً، المخالف عليه أن يتقدم بطلب للتصالح في مخالفات البناء التي قام وشيدها. طيب، أول حاجة عايزين نرد فيها ونوضح أين يقدم طلب التصالح. طلب التصالح يقدم طبعا للجهة الإدارية، أو بمعنى إلى الحي أو الوحدة المحلية أو مجلس المدينة حسب مسمى الجهة الإدارية. الجهة الإدارية بنقدم لها طلب التصالح اللي عنده مخالفة بناء، بنقدم طلب التصالح لهذه الجهة، مرفق بهذا الطلب مستندات اللي بتطلبها هذه الجهة. هذه المستندات أهمها تقرير استشاري هندسي معتمد للعقار المخالف أو البناء المخالف أو الأدوار المخالفة. هذا التقرير هو أهم مستند، لكن هذا التقرير يجب أن يحتوي على ما يفيد أن العقار المخالف أو الدور المخالف أو البناء المخالف سليم إنشائيا، ولا يضر بسلامة كامل العقار إن كانت أدوار أعلى، وإنه هو مطابق للمواصفات الإنشائية. يعني تقرير يقول إن البناء سليم، أو المخالفة البناء المخالف ده هندسيا بناء سليم. مع الوضع في الاعتبار برضو التقرير ده هيعامل طبق المستندات الرسمية، يعني يتحمل مسؤوليته جنائيا من قام بتحرير هذا التقرير الهندسي. يعني لو مكتب هندسي أو مهندس واعتمد التقرير وعمل تقرير على عقار مخالف وقدمه كمستند، وطلع مستقبلا إن ملعوب فيه أو مزور، هيقع تحت طائلة القانون ويسأل جنائيا، ويعتبر إن هو زور هذا المحرر اللي هو التقرير الهندسي. يبقى أول حاجة المستند الرسمي المرفق بطلب التصالح، تقرير المهندس الاستشاري المعتمد.
أو تقرير هندسي معتمد. تاني حاجة مستندات ملكية، واحد شرى شقة في دور مخالف وثبت أنه مخالف، فطبعا معاه عقد ملكيته لهذا الدور أو هذه الشقة، بيرفقه بالطلب بتاع التصرف. بجانب مستندات أخرى بتطلبها الجهة الإدارية يقدم مرفق بالمستندات بالطلب التصرف. هذا الطلب مرفق المستندات بيقدم للجهة الإدارية للجنة المشكلة بقرار من المحافظ داخل الوحدة المحلية، أو ربما تكون عدة لجان. هذه الطلبات بتقدم ليها وتقوم هذه اللجان أو اللجنة بفحص هذه الطلبات، وإن كان المستندات المقدمة ناقصة هي بتبعت لمقدم الطلب وبتستوفي المستندات الناقصة إلى أن يصبح الطلب كامل المستندات. هذه المستندات لها أن تدرس الطلب بتاع التصالح بمستنداته هذه اللجنة في خلال 4 شهور من تاريخ تقديم طلب التصالح طبق القانون. يبقى الأول بقدم طلب التصالح مرفق به المستندات اللي بتطلبها الجهة الإدارية، في خلال 4 شهور من تاريخ تقديم هذا الطلب بيبت في هذا الطلب بالقبول أو الرفض. في حالة الرفض قانون التصالح على بعض مخالفات المباني قال إيه؟ إن في حالة رفض الطلب على مقدم الطلب أن يتقدم بتظلم للجهة الإدارية أو للجنة في خلال 30 يوم من تاريخ الرفض لهذا الطلب، ويستفسر ويشوف تم الرفض ليه، ليعاد دراسة الطلب مرة أخرى بالمستندات المرفقة به. بعد تقديم الطلب وخد وقته والجهة الإدارية أو اللجنة بحثته ولقيته مستوفي، هنا بتدي قبول لطلب التصالح، ويجب على مقدم الطلب أن يدفع جدية تصالح 25% من قيمة المبلغ اللي هيحدد لي كجدية تصالح 25%. طيب ال 25% اللي بيدفعهم دول والباقي يجوز تبقى قانون التصالح إن هو يقسطه لمدة لا تزيد عن 3 سنوات وبدون فوائد. اللائحة التنفيذية بتاعت القانون 1 لسنة 2020 اللي هو 1 لسنة 2020 هي اللي بتحدد طريقة سداد هذه الأقساط في مدة لا تتجاوز 3 سنوات بعد سداد المقدم جدية التصالح وهو 25%. دايما الناس بتسأل تقول طب مين الملتزم أمام القانون بتقديم طلب التصالح، أو مين الملزم أمام القانون بتقديم طلب التصالح، أو من له الحق في التقدم بطلب التصالح؟ رقم 1، إن كان العقار اللي به أدوار مخالفة في اتحاد شاغلين أو اتحاد ملاك مشهر طبق القانون، يعني اتحاد شاغلين أو اتحاد ملاك مشهر يعني له رقم إشهار، يعني لو عمارة 10 أدوار ما ينفعش شفويا كده السكان يقولوا احنا اتحاد شاغلين، لازم يكونوا فعلا أشهروا اتحاد ملاك أو أشهروا اتحاد شاغلين. لو هناك اتحاد ملاك أو اتحاد شاغلين مشهر لهذا العقار، فدول من حقهم باسم اتحاد الشاغلين أو اتحاد الملاك يقدموا طلب التصالح للجهة الإدارية الممثلة في الحي، هم اللي بيقدموا طلب التصالح وهم اللي بيقدموا المستندات، وبعد دراسة الطلب بمستنداته إن قبل الطلب هم بيشرعوا في تنفيذ التصالح ودفع الغرامات عن كامل العقار اللي فيه الأدوار المخالفة. طيب لو مفيش اتحاد شاغلين مشهر أو اتحاد ملاك مشهر، نتكلم هنا عن عقار زي ما قلت وليكن 10 أدوار 6 من مبنيين برخصة و4 أدوار مخالفين، يبقى بداية من الدور 7 أو 8 أو 9 أو 10 المخالفين يحق لصاحب أي وحدة من دول أنه يتقدم بطلب التصالح، لأنه ولي مصلحة، هو اللي عايز يخلص المشكلة اللي عنده، ها؟ لأنه هو لما اشترى الشقة ديت وسكن فيها كان لا يعلم أنها مخالفة وأنها خارج ترخيص البناء لكامل العقار. يبقى اللي بيقدم الطلب صاحب الشقة المخالفة هو اللي بيقدم الطلب بالمستندات عشان يعرض على اللجنة اللي داخل الحي.
معانا عبد الناصر اتصال. ايوه يا باشا. اهلا بيك، اتفضل. ايوه عبد الناصر معاك من القصيه. اهلا اهلا وسهلا، اتفضل. وطي التلفزيون بس بعد اذنك عشان الصوت. ماشي يا باشا، ماشي. يا باشا احنا ناس فلاحين قرى. اي قرى يعني انا مثلا معي خمس ست عيال وعندي بيت نص جراد، خدت بال سيادتك، وعندي ست عيال متجوز. وعندي باقي الارض عندي لورا كتله سكنيه كلها من اربع عيال. اي هل ان انا مثلا ده اجي اروح اصالح اغرم لي 2000 3 5 ولا ابني للعيال ولا جوز العيال ولا اعمل ايه؟ والعيال جو من ليبيا وجو له شغل ولا مشغل، تلاقي انت قاطق ب 50 جنيه في اليوم، وعامل لي على التوك توك ترخيص 5000 جنيه، طيب يحط ال 5000 جنيه ولا يوكل العيال ولا يعمل ايه؟ ولا نبني؟ ده احنا خلاص قربنا نفرقع. انت باني، انت باني على ارض انت هي. ايوه استنى خليني اكلم الباشا. طيب صح. احنا دوخ يعني انت بتتكلم على العمارات والناس اللي ما تاجر والناس اللي ما تكسب، احنا لا في كسبان ولا ايجار، قري صغير غلابه فجاره، مفيش اي انتاج عندنا حاليا. رقدوا جو من ليبيا وجاب توك توك، والله العظيم النهارده طلع عامل ب 20 جنيه رجع ثاني، قال يا ابوي ملف على الفاضي. طيب يا سياده المحافظ، عامل 5000 جنيه على توك توك ترخيص. طيب هو عربي. انا عايز اسال حضرتك سؤال، انا عايز اسال حضرتك سؤال. انت رحت الوحده المحليه، طالما في قريه ربما يطلق عليها وحده محليه او مجلس المدينه، حاولت انك تسال يعني؟ انا رحت، انا برضه، انا اروح برضه الوحده المحليه عشان ابني جراط لعيالي، يقولوا يروح من الكاتريه وهات لنا من الحته الفلانيه والحته الفلانيه. طب انا هبني ولا احط المحليات؟ انا مش هغلط في المحليات، الله يساعد المحليات والله يكون في عونهم، احنا سيدنا من حاجز المحليات والمحليات. طب انت المشكله انت عايز تبني ولا باني فعلا ولا ايه؟ ما انا مش فاهم. انا عايز ابني، ما قاعدش ابني خايف. انا عندي بهيمه، عندي ذهبات نسويه، عايز اجمعهم وابني لهم قرات عشان خاطر اجوزهم. طيب ما انت لو هتبني طبق القانون وتروح تاخد الخطوات القانونيه مفيش مشكله، انت مشكلتك ان ما معكش مثلا فلوس الرسوم مثلا انك تجيب ترخيص او الكلام ده. ايوه. انا نفسي انا حد يسمعني نعمل كرتون. انا مستوعب. ايوه انا بتكلم، انا راجل طالع من سنه سادسه، بس سياسي جدا جدا على قد ما تقولوا فاهم يعني، مش فاكرني انا فلاح فعلا، بس افهم. احنا نعمل كردون للبلد، وبعد الكردون ده اللي خط الكردون نذبحه، نجيب له سكينه ونذبحه نجره، يعني اللي حوالين البلد اللي هو مش مزارع واللي هو كذا وكذا، ونخف الاعباء عن الناس الغلابه اللي في القرى، يكون ماتوا معاهم ملايين يدفعوا. احنا عليا اليمين ملاقين ناكل والله، وحق اليمين المفترجه ان احنا عايشين ببركه ربنا. نضم صوتنا لصوتك، لان دي مشكله مش مشكلتك لوحدك، اكيد في نماذج تانيه كتير وفي مشاكل تانيه، نضم صوتنا لصوتك لتقنين اوضاع الناس ديت، او ان هم يبسطوا لهم الاجراءات بقدر الامكان. بس اهم حاجه لا تبني بدون اتخاذ الاجراءات القانونيه واستخراج الرخص، لان ده اللي هيحميك من المخالفه. نكمل كلامنا عن قانون التصالح في مخالفات البناء. احنا قلنا ان اللجنة الفنية داخل المحليات او الاحياء هي المختصة بدراسة طلبات التصالح اللي بتقدم لها. قلنا اولا ان طلب التصالح يقدم ان كان هناك اتحاد شاغلين او ان كان اتحاد ملاك مشهر، وبقول لمشهر لان ورقة اشهار او مستند اشهار هذا اتحاد الشاغلين او الاتحاد الملاك بيقدم من ضمن المستندات اللي بترفق بطلب التصالح. فلو ما فيش اتحاد ملاك مشهر او اتحاد شاغلين مشهر، يبقى مش هنتكلم هنا ان هم المختصين بتقديم الطلب، لا، الطلب يقدم من اللي شاري الوحدة المخالفة. طب حد هنا يقول لي، طب واللي بنى كامل العقار وهو يعلم انه مخالف؟ يعني عمارة 10 ادوار هو بنى 6 برخصة و4 ادوار مخالفين خارج الرخصة. طبعا ده المقاول اللي بنى دوت هو اصلا بتتعمل له قضيه طبق القانون، وبناء بدون ترخيص، وبتاخد اجراءاتها القانونيه وبتحول للنيابه،
وأما في ظل القانون الحالي دلوقتي من يقوم بالبناء بدون ترخيص بيحول نيابة عسكرية على طول وبيحكم محاكمة عسكرية إن ثبت في حقه إنه ارتكب مخالفة البناء بدون ترخيص. طيب في ناس بتقول لك إزاي نحدد مبلغ المطلوب للتصالح، كيفية تحديد المبلغ المطلوب للتصالح؟ هو المبلغ ده بتحدده طبعا اللجنة اللي بتدرس الطلب، وبعد الموافقة على الطلب هي بتشوف العقار ده المخالف في أنهي منطقة وأنهي حتة، وحسب سعر المتر في هذه المنطقة وهي بتحدد المبلغ المستحق عليها، بحيث لا يقل سعر المتر عن 50 جنيه للمتر المسطح ولا يزيد عن 2000 جنيه للمتر المسطح. بيختلف سعر المتر من منطقة لأخرى حسب إذا القرى غير المدينة غير ما أرض مباني غير داخل كردون مباني غير حيز عمراني، بتشوف المنطقة سعر المتر فيها إيه، وهي اللي بتحدد اللجنة دي مبلغ التصالح بعد ما تشوف المسطح المخالف مساحته قد إيه، وبتحسب سعر المتر قد إيه وبتضرب المسطح في سعر المتر، ويبقى ده المبلغ المستحق على مقدم الطلب عشان يتصالح إنه لازم يسدده. وزي ما قلت إن الطلب ممكن يجوز تقسيطه حد أقصى مدة 3 سنوات تبقى القانون، بس يدفع جدية التصالح 25% من هذا المبلغ. طيب معنا سعد، أهلا بيك. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا بيك، تفضل. لو سمعت، عندي مشكلة والله، عندي في الحيز العمراني. خير يا حبيبي. عندي جرتين في الحيز العمراني. والمجلس المحلي عندي في القرية متعنت بينزل ضغط على عندي جماعة في الحيز العمراني عندي برضه. متعنت ازاي يعني؟ بينقل الطيار من عند عالم في الحيز العمراني للحيز العمراني بتاعي، ضغط عالي. انت عندك ايه، عقار مخالف ولا ايه؟ لا انا عندي قطعة ارض داخل الحيز العمراني، هنبنيها لسه لما ايه نعمل تسريح. بنجري على تسريح لسه ما طلعش. وانت بتجري على تصريح ومعكسينك في التصريح يعني ولا ايه؟ لسه ما معيش فلوس النهاردة نعمل تصريح. انت لسه ما بدأتش في استخراج تراخيص بناء يعني. تمام. ولكن المجلس والشركة الكهرباء بتنقل ضغط عالي من الحيز العمراني اللي عند العالم عند جماعة لعند، بتنقله 100 متر. تمام، شركة الكهرباء. شركة الكهرباء. فأنا نعمل إيه بقى؟ قدمت في جميع المشاكل فما فيش حد رد يرد علي ولا رد يبدأ. قدمت شكوى؟ قدمت شكاوي يعني؟ قدمت شكاوى في شركة الكهرباء وقدمت شكاوى في كل حتة، ما حدش راضي يبط في مشكلتي. وشركة الكهرباء بدأت في شغلها ولا لسه؟ شركة الكهرباء جابت المعدات وجابت كل حاجة، وأنا تظلمت في الشركة ورفعت مشاكل مذكرة لهم وما زالوا متعنتين مش راضين يردوا عليا. طيب هرد عليك. بقال النهاردة 60، بقال النهاردة شهرين. تمام، حاضر داني. طبعا واضح هو إن الأخ المتصل قطعة الأرض بتاعته داخل الحيز العمراني وبيفكر يبنيها ولسه هيبتدي يجري في إجراءات الترخيص، ولكن فوجئ بأن شركة الكهرباء ربما تتوغل أو تاخد من أرضه في الحيز بتاعه فقدم شكاوي وتظلم واوا والكلام ده كله. أنت لا سبيل قدامك. طبعا إحنا عايزين نقول أن في حاجة اسمها المنفعة العامة، يعني شركة الكهرباء دي ما تتبع الدولة، هنشوف حجوجها إيه والقرار الصادر منها فيما يتعلق بموضوع الأرض بتاعك إيه، وانت اذا كنت متضرر انت من حقك لو هنتكلم قانونا وقضاء ترفع دعوة امام القضاء الاداري طعنا على القرارات الصادرة ان هم يعتدوا على ارضك، او مش هنقول يعتدوا على ارضك، يتوغلوا في ارضك او يحاولوا ان هم يستفيدوا بجزء من ارضك. لك حق الطعن على هذه القرارات الصادرة من شركة الكهرباء امام محكمة القضاء الاداري، وهي دعوة امام مجلس الدولة، وربما بمستنداتك انت ممكن تكسبها. عزازي معانا، اهلا بيك عزازي. اهلا. الو. طب ايمن معانا؟ ايوه حضرتك، اتفضل يا ايمن. والله انا سؤالي حضرتك، انا ساكن في بيت املاك دوله على طرح نصر، تمام؟ ايوه. البيت ده انا مولود فيه بقى اكثر من 40 سنه. تمام. البيت ده اساسا كان مردوم في نهر النيل وفي بيوت ياما نادمه، فطبعا ايه كنا بندفع ايجار للدوله، فالايجار زاد، تمام؟ ايوه. يعني انت مأجر من الدولة؟ اه
القصد ده القصد دي ملك وزاره الري، بنفعل وزاره الري مين المحصل تبع الري. تمام. فطبعا الايجار زاد جدا، في ناس جدارين وفي ناس مش جدارين. فطبعا اخرت الكلام ده هيكون ازاله طبعا، لان طبعا رئيس الجمهوريه قال لا تصرف مع التعدي على نهر النيل، والبيت ده اصلا بيت متعدي على نهر النيل اصلا يعني. بالظبط. وانا مولود فيه، يعني انا مش ذنبي ان انا اتولدت لقيت البيت بتاعي مخالف. مش يعني مش بارادتي. فطبعا مش عارفين نعمله ايه وايه الاجراءات القانونيه اللي احنا بنعملوها. تمام. فمش عارفين يعني ايه موقفنا يعني. طيب بص يا استاذ ايمن، هرد عليك سريعا. طالما الارض املاك دوله وانت مأجر من وزاره الري، وفي قرارات صدرت دلوقتي لحمايه اراضي الدوله وازاله كل المخالفات عليها، انت لك ان تتقدم للجهات المسؤوله بشكاوي جماعيه لكل المتضررين من هذا الوضع، وربما يوافق وبرضه تبقى القانون على تقنين اوضاعكم، لان طبعا محظور البناء على اي ارض خاصه بالدولة او نهر تعدي على نهر النيل او الكلام ده كله دي في القانون، وممنوع البناء على هذه الارض. وفي بداية الحلقة انا قلت لا يجوز التصالح على المخالفات اللي من النوع ده، ولكن برضو انتوا طالما الموضوع جماعي ممكن تقدموا شكوى جماعية، والشكوى تاخد مجرها وتم بحثها، وربما يتم تقنين الوضع بتاعكم. ايوه معنا اتصال، مين؟ ايوه السلام عليكم. اهلا يا عامر، اتفضل. لو سمحت يا باشا. اتفضل. انا عندي بيت صباط الدار الثالث، صباط الدار الثالث خدت مخالفة البناء. انت يعني انت عندك بيت؟ بيت في الحيز العمراني. حلو قوي، انت بقى مخالف انهي دور؟ الدار الثالث، انا صبيت مديني مخالف البناء. الثالث، تمام. أيوة. طب انت مطلع رخصة للدورين التانيين؟ ايوه. كويس، تمام. بس الدار الثالث ما مش مطلع له حاجة. امتى بنيته؟ المخالف ده. خدت المحضر في شهر واحد اللي عدى. امتى؟ في شهر واحد 2020. الف واحد 2020، شهر واحد 2020. ايوه. شهر واحد 2020. القضية المهم شغالة، اتحولت لخبير. ايوه تمام. القضية المحامي حولها لخبير. طيب حاضر. فايه العمل دلوقتي؟ هقول لحضرتك. ماشي اتفضل. يا جماعة، أولا القانون واحد لسنة 2020 أو 2020 اللي هو تعديل بعض أحكام القانون 17 لسنة 2019 بتاع التصالح والمخالفات البناء واضح وصريح. معنى القانون ده أن من قام بالمخالفة والبناء بعد صدور هذا القانون لا يجوز التصالح فيه، لا يجوز التصالح في المخالفة التي تم بناءها بعد صدور القانون 17 لسنة 2019 المعدل بالقانون واحد لسنة 2020. الموضوع واضح. فالأخ دلوقتي عامر بيكلمني عن وضع حالي، اتعملت له قضية بالنسبة للدور الثالث المخالف، والقضية دي خدت مسارها الطبيعي، محضر من الحي، والمحضر ده اتذكر فيه المخالفة بتاعت البناء ايه، وتقدر عليه الأعمال البناء المخالفة بكام، وهذا المحضر خد سيره الطبيعي انه راح لقسم الشرطة اللي في دايرته العقار المخالف، وتم قيده هناك كجنحة، وتم ارسال هذه الجنحة الى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها، وقامت النيابة العامة بان هي نزلت هذا المحضر جنحة بناء بدون ترخيص. الدعوة دلوقتي امام القضاء، مفهوم من كلامه ان الدعوة امام القضاء. المحكمة احالت ملف الجنحة الى مصلحة الخبراء، وده المعتاد في قضايا البناء بدون ترخيص. امام الخبير ده مكلف من المحكمة بالقيام بمهام معينة مذكورة في الحكم التمهيدي لهذه الجنحة، وهيعمل تقريره، وستعود الدعوة مرة اخرى امام المحكمة بتقرير الخبير عشان المحكمة تحكم بما تراه حسب الاوراق. عقوبة البناء بدون ترخيص وضع فيها عقوبتها الحبس مدة لا تزيد عن 5 سنوات، وغرامة مبلغ كبير جدا، أو إحدى هاتين العقوبتين، يعني ممكن الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين. القاضي اللي بينظر الدعوة هو اللي بيقدر وبيشوف هيحكم بالحبس والغرامة أو بالحبس فقط أو بالغرامة فقط أو بالاتنين مع بعض، حسب ظروف الدعوة وحسب رؤية القاضي وحسب الأوراق وحسب ما جاء بتقرير الخبير. طب معنا أحمد، تفضل. نعم يا باشا، اتفضل يا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا احمد من المنيا مركز زغموت. اهلا يا احمد. عندي مشكله. خير يا حبيبي. انا كان عندي 3 جاريد في 2010 2011 بدعوتي. تمام. وقمت بحثهم. اي
قمت بحثهم ارض زراعيه. تمام. فقاموا في 2000 فوجئت في 2018 راح عاملين لي محضر تقسيم الناس اللي خدت الارض دي. ايوه. راح اتبني عليها. بنت عليها اه. والمحضر جه على باسمك انت. لا خدت محاضر هي في الجمعيه. تمام. لا انا عملوا لي محضر تقسيم في الجمعيه في 2018. كويس. بعد كده هواتي فضلت القضيه تبعها بقيت لي قضيه. اه. خلصت من درموت وراحت لملوي. وراحت ملوي استأنفتها مرتين وفي الاخر ايدت الحكم بسنه بسنتين و100 الف. اي. وانا راجل طالع معاش ما امتلكش غير معاش اللي انا عم اللي انا اللي انا اللي انا عم اقبضه. طيب. يعني انت القضيه اسدد كيف المتال. تمام. وعندي 65 سنه. طيب بقول لك يا حاج احمد انت دلوقتي الـ القضيه دي سنه 2018 اتعملت لك؟ اسمع من التلفزيون ولا من لا اسمع مني انا سيبك من التلفزيونات التلفزيون انت دلوقتي القضيه دي اتعملت لك سنه 2018؟ 2018 وانا بايع في 2011. تمام. احنا دلوقتي خلينا في القضيه ما هو حته بايع امتى وانت المسؤول ومش المسؤول احنا انتهينا منها لان القضيه معنى كلامك ان اتحكم فيها نهائيا دلوقتي بسنتين صح؟ أيوه. يعني اصبح حكم نهائي وغرامه 100,000 جنيه صح؟ ايوه. طيب انت بقى ينطبق عليك قانون التصالح. ينطبق عليك قانون التصالح. رغم ان الحكم نهائي فانت دلوقتي لو رحت الوحده المحليه او الجمعيه الجهه الاداريه المختصه هتقدم لها طلب التصالح مرفق بيه المستندات بتاعتك ومرفق بيه الاوراق بتاعه الدعوه دي والاحكام بتاعت كل ما يتعلق بالموضوع ارفقه بطلب التصالح. هتنظره اللجنه وهتبحثه وبعد ما توافق لك على التصالح هتحدد لك مبلغ. هتحدد لك مبلغ. المبلغ ده ممكن تدفعه 25% مقدم وتقسطه الباقي على 3 سنين اقصاها 3 سنين. بتحددها لك بقى الجهه الاداريه دي تقسط قسطته بقى قد ايه. بس في حاجه انت عندك مشكله مهمه جدا لازم تجري بسرعه تعملها بعد ما تقدم طلب التصالح الا وهي الحكم السنتين اللي صدر عليك ده اصبح نهائي يبقى انت كده مطلوب للتنفيذ عليك. يعني في اي وقت انت معرض القبض عليك وتنفيذ العقوبه طالما الحكم اصبح نهائي. فانت لو هتقدم طلب التصالح وانت جد في طلب التصالح هتاخد شهاده من الوحده المحليه او الحي ان انت قدمت طلب تصالح في هذه القضيه او هذه المخالفه. هذه الشهاده هتوقف لك تنفيذ العقوبه لحين ما يتبت في طلب التصالح بتاعك. الشهاده اللي هتاخدها يعني دي انا كده اعمل تصالح على الـ على الـ على الـ على الثلاث على دول همات. ايوه انت لازم انت مضطر ليه الحكم نهائي اصل اي جدل المخالفه بتاعتك مش بتاعتك ده انتهينا منه لان الحكم خلاص كنت الكلام ده يتقال اثناء نظر القضيه والقضيه شغاله في المحكمه انت كنت تجادل وتقدم وانا ماليش دعوه وان هم والكلام ده كله لكن انت دلوقتي الحكم اصبح نهائي فانا بقول لك للمخرج من هذا الحكم هتجري تقدم طلب تصالح وبعد ما تقدم طلب التصالح تقول لهم ادوني شهاده ان انا مقدم طلب تصالح على المخالفه دي هيدوك الشهاده دي تروح توقف بيها تنفيذ العقوبه اللي هي السنتين وال100 الف توقف التنفيذ لحين الفصل في طلب التصالح بتاعك ده الحل الوحيد. معنا محمد من اسيوط اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك يا فندم. اتفضل يا محمد. اهلا يا فندم. الو معاك يا محمد اتفضل. بص يا فندم احنا كنا عندنا ارض زراعيه يا فندم. ايوه. كنا الارض الزراعيه دي يا فندم بنينا عليها في 2017. ايوه. خارج الحيز العمراني. تمام. هل هينطبق علينا كان في 2016 البناء تم يا فندم؟ تمام. حاضر. هل هينطبق علينا القانون ولا لا؟ حاضر. مع العلم التصوير الجوي في 2027 الارض الزراعيه دي بتاعتك؟ اه ملكي يا فندم. ملكك انت. انت انت بنيت عليها وهي كانت خارج الكردون المباني الحيز العمراني؟ 2016 في 2016. طيب بنيت قد ايه؟ بيت يعني ولا بنيت عماره ولا بنيت ايه؟ لا بيت يا فندم. بقى كام دور؟ بدروم ودور سكن. حاضر هرد عليك. حاضر. بص يا محمد انت كده ينطبق عليك قانون التصالح في مخالفات البناء عليك ان تتقدم بطلب الى الحي او الوحدة المحلية او مجلس المدينة ايا كان المسمى بتروح تقدم الطلب التصالح ومرفق بيه المستندات زي ما قلت اللي هي ملكيتك لهذا العقار وصور بطاقتك وتقرير استشاري هندسي بيقول ان المبنى سليم والاوراق دي كلها بتقدم وطلب التصالح بتاعك هيبحث وبعد البحث والموافقة عليه
هيحددوا لك المبلغ اللي انت لازم تدفعه مقابل هذا التصالح، ويجوز تقسيطه زي ما قلت، وكده الموضوع بتاعك يعتبر منتهي، لان القانون واحد لسنة 2020 بينطبق عليك، اللي هو قانون التصالح في مخالفات البناء. مين معانا؟ نوريهان، اهلا بيكي. رمي، اهلا بحضرتك، اتفضلي. هو احنا كان في قطعة ارض في وسط، كانت ارض زراعية واحنا بنينا عليها. نعم. وبعدين جت خبيرة، انا كان معمول لها قضية، وجت خبيرة وشافتها، وجت بعد كده طلع لها براءة. كويس. بس انا مش عارفة البراءة دي طلعت للشخص صاحب الارض ولا لقطعة الارض. تمام. اللي كان معمول عليه القضية هو اللي خد براءة. أيوه. مين بقى اللي كان معمول عليه القضية؟ شوفي مين اللي تعمل القضية. والدتي. يبقى والدتك اللي خدت براءة، طبيعي يعني. تمام. أيوه. فاحنا كنا ساكنين فيها. كويس. فبعدين جه بعد فترة احنا ما كناش موجودين في البيت، وجت ازاله هدت الدنيا كلها، هدت المبنى ده باللي فيه، كان فيه معاش كامل بس ما كانش حد موجود، كنا مسافرين لفتره معينه ورجعنا لقينا الدنيا مهدوده. ازالوا البيت بتاعكم؟ ازالوا البيت بتاعكم؟ ايوه هدوها. لا هو ما كانش بيت، هي كان مبني بالطوب الابيض كده. وكنا معرشين وكنا ساكنين، يعني بشهاده اهل البلد احنا اصلا كنا ساكنين. ايوه. وجينا لقيناها مهدودة بكل الحاجة اللي كانت فيها. كويس. فدلوقتي معمولة، يعني احنا كنا بنينها من زمان وعايشين فيها من ساعة ما اتبنت، يعني ساكنين فيها بقالنا حوالي 7 سنين أو 6 سنين. ايوه. فدلوقتي احنا بصراحة احنا عايزين نعمل مصالحة، بس احنا مش عارفين اللجنة لما تيجي هتيجي على الهد ده ازاي، هتطلع لنا يعني هنتصالح ازاي بعد كده لما اللجنة تيجي. حاضر. طيب. اولا بصي، يعني والدتك خدت براءة في جنحة بناء بدون ترخيص، خدت وقتها القضية دي وانتهت الى البراءة، مش معنى ان خدت براءة ان المخالفة مش موجودة، بدليل الازالة. الازالة نفذتها الجهة الادارية طبقا للتعليمات والقوانين اللي صادرة في الوقت الحالي بازالة المخالفات اللي هي من ضمنها البناء على ارض زراعية. فهم ازالوا زي ما ازالوا عندك، ازالوا لكتير جدا، وزي ما حاليا دلوقتي شغالين في ازالات كل الأدوار أو الأبنية المخالفة على الأراضي الزراعية فبناء. أنت دلوقتي هتاخدي رخصة قانونية لما تشرعي فيها وتقدمي الطلب، هتشوفي إن كان ينطبق عليك الشروط وتبقى القانون يدوك رخصة بناء هتبني، يبقى أنت بنيتي بترخيص. ما فيش منطبق عليك الشروط يبقى مش هتاخدي الرخصة، وبالتالي مش هتقدري تبني، لأن لو بنيتي تاني هتعتبري برضو مخالفة وهيتخذوا عليك نفس الإجراءات. وبرضو أنا عايز أفهم الناس اللي بتاخد براءات في جنح اللي هي مخالفة بدون ترخيص، أن البراءة في الشق الجنائي في هذه الجنحة شيء، وأن هناك قرار إداري صادر في الجهة الإدارية بإزالة المخالفة ده شيء تاني. بيبقى دايما أي مخالفة بناء بدون ترخيص صادر لها اتنين، يا إما جنحة بتمشي وتاخد وقتها وإجراءاتها في المحكمة زي القضية ديت وبتنتهي بالبراءة والحبس والغرامة، وبيبقى في قرار إداري صادر من الجهة الإدارية بإزالة هذه المخالفة، وهي دي القرارات اللي بتتنفذ في الوقت الحالي على أرض الواقع بعد تعليمات السيد الرئيس وبعد صدور القوانين الحالية. بينفذوا دلوقتي قرارات الإزالة الإدارية اللي كانت موجودة حبيسة الأدراج في المحليات وفي الحي، وكانت مرمية الاسم إنه في قرار إزالة ولكن محدش بينفذ. دلوقتي في تنفيذ، الدولة بتنفذ الإزالات على كل التعديات والبناء بدون ترخيص على الأراضي سواء ملك الدولة أو أراضي زراعية أو أيا كانت. إبراهيم معنا اتصال، أهلا بيك. أهلا بيك يا باشا، الله يخليك. اتفضل إبراهيم. أنا سيادتك بنيت في مدينة بدر استكمال روف. وحاليا دلوقتي في مدينة بدر استكمال روف بيحسبوا لي 25% القديمة. أيوه. استكمال روف، يعني انت كنت باني روف وكملته. ايوه كملته بس ما كملتش الدور كله. طيب الروف اللي انت بنيته ده قبل ما تستكمله كنت بنيه بترخيص؟ يعني طلعت رخصه ليه؟ بترخيص الاولاني 25% بترخيص. كويس. وبقى رحت مكمل من غير ترخيص للباقي الاعمال؟ كملته من غير ترخيص وقدمت الورق والمصالحه وجبت الطيران المدني وكل حاجه. طب انت كنت مقدم امتى المخالفه دي؟ امتى او الاستكمال ده عملته امتى؟ الاستكمال عملته في 2016. كويس تمام، ينطبق عليك القانون. قدمت طلب التصالح وجبت التصوير الطيران المدني. حلو كويس.
تمام. وقدمت الورق في الجهاز وكله، وسعروا لي المتر 600 جنيه. ايوه. بس سعروا لي بقى ال 25% القديمه اللي هم بيقولوا عليها خدمات. وعاوزين يسعرهم لي حسب المتر زي ما انا ماشي. يعني انت كنت دفعت 25% قديمه؟ القديم ده، القديم ده اساسا بترخيص بعد الكهرباء بكله. تمام. طب انت فيما يتعلق بالمخالفه دي اللي هي استكمال الروف، انت دفعت لها اي فلوس؟ استكمال الروف ما كملتش الروف كله. انا ماشي. عملت حوالي 70 متر. ما انت بص، بص يا ابراهيم، انت لو بنيت طوبه بدون ترخيص فهي مخالفه. طوبه هي مخالفه. ماشي. ما هو عايزين يحاسبوني على الباقي. ماشي. ايوه ماشي. ما هو هم هيحاسبوك ويقدروا لك الغرامه المستحقه بعد ما تقدم طلب التصالح على استكمال الروف، لان انت اصلا باني جزء من الروف بترخيص وسليم. المستكمل ده هو اللي انت خالفت بيه. سيادتك بقى عاوزين يغيروا لي سيادتك من حاجه اسمها خدمات الى سكني. ايوه. حاسبين لي المتر برضه ب 600 جنيه. وانت تظلمت او اعترضت على هذا التقدير؟ لا لا، ما عملتش حاجه لسه، لان اللجنه لسه ما دفعتش اللي هي الاول دي، الفلوس الاولانيه. طب ما تروح تناقشهم وتشوف التقدير. انت مش مقتنع بالتقدير، انت مش مقتنع بالتقدير بتاع اللجنه. بس مع العلم برضو انا عايز اقول لك حاجه، اللجنه الفنيه دي اللي بتقدر سعر المتر في ضوابط بتشتغل بيها، ما بتقدرش كده جزافا او بمزاج اللجنه او اعضائها. لا، هي بتشوف المكان والارض وسعر المتر والحيز العمراني، وفي اشتراطات كتير قوي قبل ما تقدر سعر المتر. عشان كده عاملين حد ادنى لسعر المتر المسطح كغرامه 50 جنيه وحد اقصى 2000 جنيه طبقا للقانون الحالي اللي احنا بنتكلم عليه. وبالتالي بين الحد الادنى والحد الاقصى بتشوف هذه اللجنه الفنيه اللي بتقدر الغرامه ايه المنطبق من الشروط على تقدير الغرامه، وبتقدرها طبقا القانون وطبقا الضوابط مش بمزاجها. فان كانت هي قدرت عليك 600 جنيه المتر، يبقى هو ده تبقى القانون وتبقى الإجراءات وتبقى اللائحة التنفيذية للقانون الحالي. أم وائل أهلا بيكي. أيوه. السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا بحضرتك، اتفضلي. الله يخليك يا ابني، كل سنة وانت طيب. وانت طيبة ست الكل، ربنا يخليك. بقول لحضرتك، احنا من الإسماعيلية بنينا بيتنا، كان مقاول بنانا مشاركة أنا وأخويا، هو خد النص وإحنا خدنا النص. كويس. بنى 7 أدوار وروف. 7 أدوار وروف. وعمل أسانسير. كويس. وفي كان مفروض يعمل سلم طوارئ، ما عملش سلم الطوارئ. احنا بقى وضعنا ايه يا استاذ؟ طيب، هل ثبت ان في مخالفة في هذا البناء كله؟ في مخالفة؟ هم كان من فترة، من 2011. الموضوع ده من 2011 يعني. طيب احنا هنتكلم، بخليكي معايا انت على الخط كده. في عقد مقاوله بينك وبين هذا المقاول اللي انتوا عهدتوه؟ عقد مشاركه. حلو. عقد مشاركه. حلو. بموجب هذا العقد مذكور فيه ان هو قام بالبناء مقابل ان ياخد النص، بس الرخصه ما فيهاش السلم الطوارئ. ايوه ايوه. لا، احنا ملتزمين بالرخصه، ما جاء بالرخصه هو ده اللي مترخص بيه. ده هو عامل رخصه بالادوار كلها وبالروف. طب البناء ده كان امتى؟ اوضه خدمات. البناء ده كان امتى يا ام وائل؟ في 2010. 2010، تمام. طيب انت بتسالي على مسؤوليتك بقى دلوقتي في المخالفه. والمقاول ده فين؟ المقاول موجود وعنده مشاكل برضه في المواضيع دي يعني. طب رخصه البناء اللي طلعت، انت عندك رخصه بس في ادوار مخالفه او في رخصه مكتوبه باسمي وباسم اخويا. باسمك انت واخوك. باسمه واسم اخويا. تمام تمام. واتعملت لكم قضايا على المخالفات دي ولا احنا ورثه؟ طيب ورثة. طيب ماشي كويس. انتوا اتعمل لكم مخالفات ولا لسه؟ محاضر مخالفات ولا لسه؟ لا، ما اتعملتش مخالفات. لا. ولا بالنسبه للمقاول؟ لا 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 لا. طيب كويس، احنا ما نعرفش حاجه لسه. طب انا بسال حضرتك. بصي حضرتك، انت دلوقتي هتتوجهي مشكورا للحي او الوحده المحليه اللي تبعك. شوف انت تبع انهي حي او مجلس مدينه، وهتقول لهم انا عندي العقار بتاعي في الحته الفلانيه. تمام. العقار ده ليه ملف في الحي، هيطلعوه ويشوفوا. كويس قوي. هيلاقوا ايه اللي مبني برخصه وايه اللي تخالف، وانت ينطبق عليك قانون التصالح اللي احنا بنتكلم فيه. هتقدمي طلب التصالح، ها، مرفق بيه المستندات اللي يطلبوها منك، ومن ضمن المستندات دي تقرير استشاري هندسي معتمد بيقول ان الابنيه المخالفه سليمه ومطابقه للمواصفات ومفيش خطوره منها على المبنى ولا حياه الناس. تمام.
الطلب ده بيبحث من خلال لجنة. أنا بتكلم معاك يا من خلال سؤالك ده أنا بستعرض خطوات القانون الحالي بتاع التصالح في مخالفات البناء. بتقدم الطلب مرفق بيه المستندات، من تاريخ تقديم الطلب بتاعك ده 4 شهور بتدرسه اللجنة، وبعد كده توافق على التصالح معاكي. مجرد الموافقة على التصالح معاكي في لجنة أخرى هتحدد لك سعر المتر للتصالح، وهتشوف المسطح المخالف قد إيه، مساحته قد إيه، وهتضربه في سعر المتر وتقول لك ده المبلغ المطلوب منك. في بقى أنت لازم تدفع من المبلغ ده قد إيه التصالح 25% وتقسطي الباقي. لو المبلغ كله مش معاكي يبقى تدفعي 25% وتقسطي الباقي في أقصى مدة 3 سنوات. اللائحة التنفيذية بتاعت القانون ده هي اللي بتحدد كيفية سداد الأقساط على قسطين ولا 3 ولا ربع سنوي ولا إيه النظام بالظبط. معنا إسماعيل، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذنك، أنا باني من 2012. أيوة. والقضية خلصت ودفعت غرامة 18,000 وخدت حبس. لا استنى بقى، ثواني بقى، أنت خدت قضية عملت لك بناء بدون ترخيص وخدت حبس وغرامة. وغرامة 18,000. حبس قد إيه؟ يوم. يوم. فأنت قضيت اليوم. قضيت اليوم. عشان يوم. أعمل إيه بس مع. ودفعت 18,000. ودفعت 18,210. تمام يا حبيبي. طيب ايه سؤالك بقى، عايز ايه قول لي؟ سؤالي دلوقتي الجم قالوا لنا اعملوا مصالحات، هل الموضوع يخلص ولا اعمل مصالحات؟ لا بص اقول لك حاجه، طول ما المخالفه قايمه فانت تعتبر كده مخالف، وبالتالي من حقك دلوقتي وكويس وتحمد ربنا ان القانون ده صدر، التصالح في مخالفات البناء. فانت تجري على الوحده المحليه او الحي وتقدم طلب التصالح بالمستندات بتاعتك اللي من ضمنها تقرير الاستشاري الهندسي ومستندات ملكيتك للعقار المخالف او الادوار المخالفه. ها، وطلب التصالح ده بياخد وقته، واللجنه وبعد كده هيحددوا لك ايه المبلغ المستحق عليك. معاك تدفعه كاش هتدفعه، معاكش تدفعه كاش وتقسطه هتدفع منه 25% مقدم، والباقي تقسطه حد اقصى 3 سنوات. وبعد سدادك الكامل يعتبر التصالح دوت وتجيب شهاده بمثابه ترخيص، بمثابه ترخيص للادوار اللي انت خالفتها. بعد اذنك السؤال ده هنا. فضل. السؤال، انا دلوقتي هدفع فلوس، انا قدمت كل اللي انت قلت عليها ده، رحت المجلس ودفعت وخدت دفعت 125 جنيه. تمام. اما دورك يجي وكلام ده، ده رسم الطلب اللي انت دفعته في الاول ده، وانت بتقدم الطلب تدفع رسم. عملت ده. تمام. انا دلوقتي هيجي يقدر لي على الدورين ولا على دور؟ ما هيشوف المخالف ايه، هل انت مخالف دور ولا دورين. انا المخالفه كانت حصيره خرسانيه بس. طيب ايا كان المخالفه، حتى لو طوبه مخالفه هيقدر لك على مساحه الطوبه المسطح بتاعها. حلو قوي. حلو. تمام. بعد ما اقدم الطلب ده او بعد ما اخد المخالفه دي، هل بيبقى يجوز ليا في اللحظه دي ابني بعد كده بقى عادي؟ ايوه. ما انا بقول لك اهو، انت دول مخالفه. بص دي مخالفه، انت هتدفع. أيوة. وهتاخد ما يفيد انك اتصالحت، صح؟ تمام. التصالح ده بمثابه ترخيص للي انت خالفته، اللي انت عملته البناء بدون ترخيص. لكن لو حبيت تبني تاني لازم تعمل الاجراءات وتاخد الموافقات والتراخيص المطلوبه، خد بالك. ما انت كده هتعمل مخالفه تانية لو بنيت بدون ترخيص، يبقى بالتالي عشان تبني تاني يبقى تاخد موافقات وتاخد تراخيص اللازمه تبقى القانون. احنا بنتكلم على المخالفه القائمه دلوقتي الحاليه. يبقى يا جماعه دلوقتي القانون، موضوع حلقتنا النهاردة ده، بيدي الحق لكل من خالف قبل 2019 في البناء انه يجري يتقدم للجهة الإدارية الممثلة في الحي او الوحدة المحلية او مجلس المدينة عشان يقدم طلب تصالح بالمستندات، ويدرس هذا الطلب، وفي حالة القبول اللجنة الفنية بتحدد له المبلغ المطلوب حسب المسطح المخالف بتاعه. هو بنى مخالفة على 100 متر ولا 200 ولا 300 ولا 500 ايا كان، وبتحدد له المبلغ، بيدفعه بالقسط مدة أقصاها 3 سنوات، وشرط يدفع مقدم 25%، ويتصالح، ويعتبر التصالح بمثابة موافقة على ما تم. في نقطة مهمة عايز برضو الناس تبقى عارفاها في مخالفات البناء، ان انت لما بتقدم طلب التصالح مرفق به المستندات اللي من ضمنها التقرير الاستشاري الهندسي، هو في لجنة بتشكل من الجهة الإدارية بتنزل عشان تشوف التقرير الاستشاري الهندسي اللي انت مقدمه المعتمد ده سليم
وان الابنيه المخالفه دي فعلا سليمه وما لا تشكل اي خطوره ولا لا، ولا انت مقدم تقرير كده؟ عشان كده بقول لك من يقوم بتقديم هذا التقرير مسؤول عن هذا التقرير وبكل ما جاء فيه. احنا يبقى نقطه اخيره عايزين نتكلم فيها، ان اللي عليه دعاوي او قضايا او خد حكم نهائي في جنحة مخالفة بناء او بناء بدون ترخيص، مجرد انه هو بيتقدم بطلب التصالح ويشرع في اتخاذ اجراءات التصالح، من حقه ياخد شهادة، لان الشهادة دي هتوقف له السير في القضية اللي منظورة اللي شغالة في المحكمة لحين الفصل في طلب التصالح بالقبول او الرفض. الشهادة اللي بياخدها دي هيروح يوقف بها تنفيذ عقوبة، لو العقوبة نهائية واجبة النفاذ، لو واخد عقوبة حبس بالشهادة دي هيوقف تنفيذ عقوبة الحبس، بالشهادة دي هيوقف نظر الدعوة المتداولة أمام القضاء لحين الفصل في طلب التصالح بتاعه بالقبول أو الرفض. بكده نكون بقدر الإمكان يعني شرحنا وبسطنا للناس إجراءات اللي يجب أن يتخذها كل من خالف البناء بموجب هذا القانون، والكل يعلم أن من بنى مخالفة أو بناء مخالف بعد 2019 لا ينطبق عليه هذا القانون، ولا القانون 17 لسنة 2019 ولا المعدل بالقانون 1 لسنة 2020. احنا وصلنا لنهاية حلقتنا، بنشكركم وإن شاء الله لنا حديث آخر الخميس القادم في 10:00 مساء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.